ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هذا الشيخ في رحاب الملل. نصاب بالإحباط عندما نجد أنفسنا صغارا في هذا النظام الكوني الرهيب العجيب الساحر، ونستسلم لحال من اللاجد وتجعلنا نشعر بملل رهيب ونحن نكرر ذات الأفعال يوميا. لا جدوى من تغيير نظام الكون، إنما الجدوى هو في تغيير النظم والقوانين التي اخترعها البشر، العادات التي ابتكروها، الطرق التي عالجوا بها مشاكلهم. كل ما اخترعه البشر قابل للتغيير، فالعقل البشري يجلس متربعا على عرش العقول دون مجارات. دائما تقدم البشرية عقولا جديدة. طيب واللي مو كل هالقد عقله مخترع ومبتكر شو يعمل؟ ما الحياة صايرة مملة يا أبو شريك، كل يوم نفس الأحداث، نفس صباح الخير، نفس الوجوه، بل ونفس الابتسامات، نفس الانتظارات، ما في شيء جديد، ملل. بلبس أواعي بدون اهتمام، ما غيرت تسريحتي من سنتين، ما في حدا تعمل مشانه شيء. بتحس إنه حتى لو قدمت شيء ما راح يتغير شيء، حتى بالعطاء ما عاد استمتعت، يمكن فقدت الإلهام. يمكن لو حابب شيء وحده وقاعد عم فكر شو البس بكره لانه ممكن شوفه بالصدفه المرتبه في مكان ما، يمكن اتحمم فتصير عندي حاله انتعاش. وبيجوز وانا ورايح لتكحيل عيني بمرآها ابتسم لابي واساله شي سؤال غبي مشان افتح حديث معه عند الصباح. بيجوز بوس امي واتغالص عليها بينما تبعدني عنها ضاحكه بدلع خجول. وبيجوز وانا ونازل الدرج التقي بجاري اللي بسلم عليه عاده على الماشي، وبهذه اللحظه المليئه بالترقب السعيد اساله عن دراسه الاولاد. وبيجوز يحكي لي شيء مهم يخليني افكر فيه. وبيجوز اوصل للمكان بعد ما اكون سمعت 3 قصص من شوفير التاكسي يا ابو سليماني، وسلمت على السوبر ماركت اللي على الطريق. وبيجوز فوت لجوا وسلم على كل مين بعرفه هون ولو بالنظرات فقط. وبيجوز شوفك واسال عبد السلام نابلسي تبعي عنك، يعني نديمي العاطفي عبد السلام نابلسي، يا ترى بتحبيني ولا ما بتحبيني؟ وبيجوز حاول اعمل شيء ظريف مشان الفت انتباهها. وبيجوز ينتبه الكل وهي ما تنتبه. وبعدين راح ارجع ونام تعبان وبنفس الوقت عم احلم. هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريا.